أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. رغم الحملة الدعائية القوية التي مارستها أمريكا بخصوص قاذفتها الجديدة من الجيل السادس B-21 ريدر، فإن جلوبال تايمز، اللسان الإنجليزي الناطق باسم الحزب الشيوعي الصيني، يجعلها طائرة ورقية في مقابل الصين. إن أتت إلى مضيق تايوان ستصبح مجرد طائرة ورقية. يوم الجمعة كان أبرز حدث سلطت عليه الأضواء، كما يقول المقال، هي هذه الطائرة. ورغم أنها لمدة 30 سنة وهي تصنع، وهذا يؤكد على أي تراجع في الصناعة الأمريكية، فإنما جرى حاول أن يعطيه الأمريكيون نصرا على الأقل ولو إعلاميا. يرد عليه مباشرة الصيني عبر لسانه الإنجليزي بأن هذه الطائرة لا تساوي شيء في مضيق تايوان وفي تهديد الصين. فقد تحدث كبار ضباط الجيش ووسائل الإعلام الأمريكية بحملات دعائية عالية المستوى لها، ادعى فيها وزير الدفاع الأمريكي أوستن بأن أي أنظمة للدفاع الجوي الأكثر تطورا ستكافح لرصد B-21 في السماء. معنى ذلك أنها قابلة للرصد، إنما ستكافح لمثل هذا الرصد. وتباهى الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب جرومان كورب الشركة المصنعة بأن قال مديرها أو رئيسها ومديرها التنفيذي: لم يشهد قط العالم مثل هذه تكنولوجيا هذه القاذفة B-21. وهنا جاء الحديث وبشكل مباشر لفرانك كيندل وزير القوات الجوية الأمريكية عندما تحدث بتوجيه القاذفات B-21 لردع الصين. وهذا يعني أن أمريكا تجاوزت روسيا والB-21 هي باتجاه الصين. فقد ركزت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية على التعامل مع تهديد الصين في كل تقاريرها، وعلى إعادة التفكير في الحروب لعقود قادمة. وهذه الافتتاحية الطويلة التي أصبحت مقالا جعلت من B-21 صولجانا قاتلا، رغم أن كل الأسلحة القوية تبقى سرية تحت السرية التامة. ولذلك فإن مثل هذا الترويج ليس إلا ترويجا مثل ترويج مشاهير الإنترنت على حد زعم الصحيفة الصينية، وأن B-21 تحمل غموضا وجها حقيقيا من الغموض حسب تعبيرها. ولذلك فالحصول فقط على بعض الصور الأمامية لا يكشف بأي حال المؤشرات الفنية الحقيقية لهذه الطائرة. ولذلك فيعتبر الترويج للمفهوم عالي المستوى هذا ينذر بالحذر الفائق في هذا العرض الذي اهتم به الجميع، لكنه ليس إلا عينة دعائية. حسب جلوبال تايمز دائما تلاحظون أنا أحاول أن أختزل بسرعة لأؤكد أن هذه مجرد مرور على فقرات مقال مطول على وجه التحديد لمفهوم الظهور الأول الذي جعل من نظريات التهديد الصيني والB-21 أسلوبا جديدا وتدفق لا نهاية له بالنسبة لسكرتير القوات الجوية الأمريكية. إن مثل هذا التوسع النووي للصين الذي تعتبره الصين مجرد أكاذيب واختلاق أكاذيب، يجعل من إصلاح الردع النووي الثلاثي الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه ليس له أي نية صادقة في الوصول إلى تسويات، بالقدر الذي يجعل التوتر وتضخيم التوتر جزء من هذه السياسة في مضيق تايوان وفي غيرها. وهذا الذي يتأكد معه بشكل مباشر ودائما مع هذه الصحيفة بأن الخطة لنقل القوة العسكرية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي قد أعيقت بسبب عوامل مختلفة. هذه المرة استخدم الجيش الأمريكي هذه الطائرة الحديث
عن مضيق تايوان مجددا، قال قائلا إنها ستلعب دورا وأن واشنطن تريد فقط أن تنتهز فرصة تهديد حلفائها لإظهار قواتها المتقدمة وذلك لتقييد حلفائها. إن القادمة الاستراتيجية الحالية لمواجهة الصين هذا يريد من خلاله تماما أن تكون هذه الطائرة في غوام في وفي أستراليا بعد دخولها للخدمة. إذن هناك أسطورة مفادها أن امتلاك البي 21 سيردع الصين، هذه ليست سوى طائرة أخرى، إنها شهادة على استراتيجيتنا في الردع، هذا الذي يهم أوستن وتنقله الجريدة بالحرف. لذلك فالتحليق بالتخطي اليوم لأنظمة الدفاع الجوي الصينية الآس 400 أصبح جزءا لا يتجزأ من مثل هذه المخاطر. وهنا أشرنا إلى قضية الردع الذي هو دوم مزيج من القوة العسكرية والتصميم السياسي كما لاحظ الجميع. ولذلك فإن الحزب الشيوعي الصيني يرى أكثر من ذلك أن مقدار المعدات الأمريكية التي تم تحويلها إلى خردة معدنية في ساحة المعركة والاستيلاء عليها كشوائز هذا جزء لا يتجزأ من أعداد الحروب الصغيرة، الحرب الكورية 50-53، حرب فيتنام 54-75-900 و1000. ولا يزال الكثير من الناس يتذكرون أنها عندما ظهرت القاذفة B2 التي ادعى البنطاغون أنها تمتلك القدرة على التدمير العالمي لأول مرة منذ 34 سنة أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في جميع أنحاء العالم ولديها قاذفة قادرة على التخفي والتي روج لها بشكل كبير، لكن مع ذلك فقد كانت مجرد كارثة مالية بسبب تكلفتها العالية. هذه الخلفية ظهرت أيضا على نفس الأسلوب قاذفة البي 21 والمصمم الأول يجعل من تكلفتها تكلفة مرتفعة للغاية، هي تبدو كأنها النسخة المنكمشة للبي 2. البي 21 ليست إلا نسخة منكمشة من البي 2، وهكذا فإن البي 21 لا تعد بأي حال تهديدا للصين أو ترهيبا لها. الأمر إذن يتعلق فقط بطائرة ورقية ستسقط بيسر في مواجهة الجدار الحديدي القوي لجيش التحرير الشعبي الصيني وإرادة 1.4 مليار صيني. وهكذا فإن هذه القاذفة البي 21 لن تفشل فقط في إثبات الردع الأمريكي ولكنها ستصبح أحدث دليل على مصدر الفوضى الأمريكية التي لا تزال الآن متواصلة. إذن بالنسبة لهذا المقال هو مقال شديد الأهمية، أنا اختصرته فقط من أجل بعض الذي علق في ذهني، لكن على العموم فإن الأصل أمامكم ويمكن أن تتأكدوا أن هذه الطائرة حقيقة ليست لها تجربة وعليها أن تجرب نفسها في معركة مفتوحة. هذا سيكون مدعاة للصين من أجل دفع أمريكا لتجريب البي 21 مع الاس 400، لأن الصين تعتمد على الاس 400 في دفاعاتها. اليوم هناك سؤال ما بين البي 21 ريدر وما بين الاس 400، فكيف بالحال مع الاس 500؟ إن كان صاحب الاس 400 يقول إن هذه الطائرة طائرة ورقية، فكيف بالذي له تصنيع للاس 500؟ واليوم نيويورك تايمز واضحة عندما تؤكد أن الروس لا يحتاجون لأي شيء من الغرب وأنهم يصنعون إلى حدود سبتمبر كروز الذي يقذفون به اليوم في أوكرانيا، معنى ذلك أن الذي يصنعونه يقذفونه، أما المخزون فلا نراه، معنى ذلك أن روسيا والصين فائزتان في هذه المعركة على الأقل حسب ما نراه، لأن الاس 400 عندما يعتبر الصيني أن ريدر هذه البي 21 التي صدع الأمريكيون رأس العالم بها وبالحرف نقلت عن جريدة أخرى الأشهر أيضا
عندما قيل بأن الاس 400 يمكن إسقاط الريدر، إذا المسألة محسومة لدى الصين وكل ما جرى مجرد دعاية. إذا أمامنا هذا التصور الشديد الأهمية، عندما يعلن الصيني أن الاس 400 يمكن أن تسقط البي 21، وهذا التطور استثنائي في القراءة التقنية. هنا لا نعرف ماذا يجري، والمخابرات الصينية تعرف هذا المشروع وهو لمدة 34 سنة وهو يطور، يعني أنه كان تحت الرصد الاستخباري الروسي والصيني. وعندما يؤكد الصين أن الاس 400 يمكن أن تسقط طائرة الريدر البي 21 ريدر، فهذا يعني شيئا ما أخطر مما كنا نتصوره، لأن لديهم المعلومات التي تابعوا فيها 30 سنة بشكل كامل، ولهذا فهم لا يصدمون عندما يصرحون بذلك. وكل ما يجري الآن هو نشر فوضى وليس ردعا لا لروسيا ولا للصين. هكذا تختتم وبشكل مباشر Global Times الناطقة الرسمية بالإنجليزية للحزب الشيوعي الصيني، مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.